حلاوي القرقارات نحوسون شوفهم لنا كمل كمل اللي ما استاذ شوفها تعاود تخدم معايا الانسان والله يا ودي ديما الخدمه ديما نقول لك العمل عمل نقول لك ضرب الزامر ضرب الزامر نقول لك رياض رياض والله الا راك مبدع جايب راسك والله يا ودي سوي لك واحد السؤال هل هذا من يدخل في هذه الفن هذه الميدان هل كان في عمرك 65 شحال كان في عمرك 65 اذا انت قلت الفن ولا 10 سنين وما سولتنيش انا قلت لي شحال نسولك واهو انت انا مول 14 عام كان في عمري 14 عام باش دخلت لهذه التراث وهذا الفن على واحد الشيوخ اللي تعلمت معاهم الحلقه كان الشيخ المهدي الله يرحمه كان الشيخ مفتاح كان الشيخ زويتينا كان الشيخ عبد الله المقانا كان محمد السهول كان الشيخ ملوكيني ديال تاورير كان الشيخ الماحي الله يرحمه كان البوراج دي حمار الله يرحمه كان معايا الذهبي شعيب هنا في هذا الساحه على الاسماء الله يرحمه كان معايا الوادي محمد تمام المعروف بالمهري تمامه ولا بل عندي تسجل تمامه كان محمد المهري الله يرحمه يعني شيوخ بقيت انا في هذه الساحه يعني باقي قبض هذا التراث نتاع الحلقه علاش الحلقه ربات اجيال كل شيء حكايه اه كاين شي حكايه نحكي لك واحد الحكايه تكون صغيره واحد الربع دقائق ولا خمسه فيها حكايه كاع ولا ما تلحقش هذا واحد الحكايه قال لك هادو كانوا واحد الزوج نتاع الخوت خلى لهم باهم واحد الرزق كبير أرانا واحد يسكن في المدينة واحد يسكن في العربية عندهم الزرع القمح الخيرات الغلم هذه الولد الكبير دار في أخوه قال له خويا قال له نعم قال له احنا عندنا الزرع في المدينة في العربية البقري الغلم الخيرات نتاع سيدي ربي واحنا حاضين غير هذه الحانوت نتاع التجارة قال له خويا انا ما نعرف حتى الحاجة نعرف غير نبيع ونشري تعرف بيع ونشري قال له غادي راه هذه زوج المليون زوج المليون بكري كانت في عوض مليار ولا زوج قال له بيع وشري والتجر وعرض بالك قال له واخا ارنا هذا خينا خرج للعربيه والولد الصغير باش مبلي ماشي مبلي يعني بالشراب او لا فساد ولا حاجه مبلي بالدين الجامع دائما راه في الجامع كل يوم يفكر للجامع يوم على يوم منين بغاه سيدي رب العالمين واحد النهار مشى للجامع صلى واحد زوج ركعات للارض هو حط الجبهه نتاعو على الارض وهو ينظر للدور تاع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اش قال؟ زين انا ربي بغاني واعطاني هذه الخيرات وشفت النور نتاع سيدنا محمد في دار الدنيا والله يا هاب المال اللي عندي غير نهديه على سيدنا محمد نهار الصباح حل الحانوت وبقى يبرح لا اله الا الله محمد رسول الله قال لهم اللي ما جاش باش ياكل ولا باش يصرف ولا باش يسبع ولا باش يدير حاجه يجي يدي الهديه تاع النبي وراك عارف الطماعه والعاشق اعطينا والعاشق اعطينا والعاشق اعطينا ساعه مسوي على الله بقاو غير مسامر في الحانوت ارانا جا خوه من العربيه ملي جا خوه من العربيه جاب الزرع جاب القمح جاب الكليلة جاب الصوف جاب العسل الخيرات نتاع ربي جابها قال له خويا قال له نعم قال له هو اش جاب ربي من العربية إيه؟ أرانا الحانوت اللي خلاه لينا بانا فيه قدام المليون أعطينا الربح أعطينا رأس المال أعطينا التجارة تاعك قال له راه غلط يا خويا كيفاش قال له لو كان ما جيتش هذه الليلة راني كنت غادي نبات بالجوع لا 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 ولادي هذاك العاشق عنده زوج ولاد واحد يقولوا له احمد واحد يقولوا له محمد يقرا القران العظيم قال له المال اللي كان عندنا فين درتو؟ قال له خويا الله رب العالمين مشى السلام عليكم بارك الله عليكم